ميدانيا عثرت وحدة عسكرية على مصنع لتصنيع وتخزين المواد الكيماوية السامة في وكر للإرهابيين داخل أحد الأبنية بمحيط دوار المناشر بحي جوبر بريف دمشق، ومكتوب على بعض العبوات التي عثر عليها صنع في السعودية. هدايا جديدة ترسل إلى السوريين من الأشقاء. هذه المرة مواد كيميائية معدة لتصنيع الأسلحة والعبوات الحارقة. المكان جوبر بريف دمشق، والسبب سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ السوريين. الجيش العربي السوري بالمرصاد، معارك طاحنة انتهت بالقضاء على المرتزقة القابضين لثمن سفك دماء السوريين ومصادرة هذه الأسلحة بكمياتها الكبيرة، وبعضها مصنع يدويا ومواد كيماوية كتب على بعضها صنع في السعودية. أثناء متابعة القوات المسلحة الباسلة للمجموعات الإرهابية في المناشر بجوبر، تم العثور على مصنع المواد الكيماوية السامة. طبعا الموجود بالمصنع هو عبارة عن قذائف هاون مفرغة جاهزة لأملاءها بالمواد الكيماوية، عبوات كيماوية جاهزة مع فتيل الساعف الموجود لها، في بعض النابالم، مواد كيماوية سامة مخرشة للأنف، أجهزة ضغط لضغط هالمواد ضمن عبوات عبارة عن صودا كاوي قشور تستخدم في صناعة المواد بخلطة مع الموجودة بدونات صنع المملكة العربية السعودية مثل ما كنا ملاحظين، بعض مستودع ذخيرة مفرغ صناديق الذخيرة. شفتوا هالمواد اللي معنا هون، ماءات الصوديوم وحمض الخل ومادة حارقة، بإضافة لبقية المواد اللي قدروا، احنا جبنا عينات منهم، مستودع ضخم جدا لكن منطقة خطرة، جبنا عينات منهم، هاي مواد أولية تركيب المواد الكيميائية. وشفتوا كمان بعض قذائف عنا لحشية بالمواد الكيميائية، سواء قذائف هاون أو عبوات لتفجيرها، وعنا مادة التنر شفتوها هون تستخدم في صناعة النابالم. في حال تم استخدامه من قبل المسلحين، ما هي تداعيات الاستخدام لتلك المواد؟ إن شاء الله ما بيتم استخدامها، لكن خطيرة جدا، مواد كيميائية تعرف. إلى متى وكم تقدرون المدة الزمنية لتطهير المنطقة؟ نحن القوات المسلحة ما عندنا تقدير لمدة زمنية، نحن نتابع تنفيذ الأعمال القتالية ضمن خطة مدروسة وموضوعة على كافة المحاور، ومتابعة ملاحقة المجموعات، وبوعد إن شاء الله